أحييكم من جديد. الفقرة التالية مشاهدين من برنامج اليوم سنتحدث فيها مع ضيفتي في الاستوديو مصممة الأزياء رشيدة ملفي لتخبرنا عن لباس الكاراكو وهو اللباس التقليدي الجزائري وتحديدا من العاصمة الجزائرية. ظهر هذا اللباس في القرن 15 وكانت ترتديه الطبقة الأرستقراطية العاصمية في الأعراس والحفلات، وكان يعبر كذلك عن مدى النفوذ والعظمة السامية للمرأة العاصمية، حيث كان يدعى بالغليلة وقتها، وتسعى المرأة العاصمية للحفاظ عليها وإدماجها ضمن أزياء العرس التي تحضره المرأة قبل زفافها. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا اللباس تنضم إلينا في الاستوديو مصممة الأزياء ملفي رشيدة. سيدة ملفي، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك معنا. غالبا إحنا نعرف حول من نتحدث عن الألبسة الجزائرية نتحدث عن القفطان. نعم. الكاراكو هذا كأنه ما كثير سامعين به الناس، حدثينا أكثر عنه. الكاراكو هو لباس رسمي جزائري. نعم. متداول من طرف عامة الجزائريات. نعم. بصورة عامة، ومن طرف المرأة العاصمية بصورة خاصة. نعم. هو لباس فخم جدا. نعم. كان متداول من طرف الطبقة الملكية. نعم. لا تلبسه عامة الناس، لكن في عصرنا الحالي. نعم. المرأة الجزائرية متعلقة جدا بهذا اللباس الرائع والجميل، وإن كان يدل على شيء. نعم. إنما يدل على فخامة وأناقة وجمال. نعم. المرأة. واضح. نعم. المرأة الجزائرية حاليا، دائما هي أنيقة المرأة الجزائرية، وحاليا نحن. نعم. نشاهد على الهواء لباس الكاراكو، أتمنى. نعم. أن إذا أقرأ بشكل صحيح. نعم، إذن هو فعلا جميل. غالبا سيدة مولفي هو يكون باللون الذهبي ولا ممكن تطعمون بألوان مختلفة؟ هو باللون الذهبي. واللون الأرجنتي. نعم. كذلك. والكاراكو. نعم. هو ثلاث أنواع. نعم. يلبس مع سروال تشلقة اللي مثل هذا؟ هذا السروال المدور. نعم، اللي نشاهده الآن على الهواء. نعم. والبدرون. البدرون اللي هو شنو؟ البدرون هو تصميم. نعم. رائع. نعم. السروال. نعم. مع الصدرية. نعم. وفوقها الكاراكو. مثل هذا يعني مدى؟ مثل هذا. هو مطرز بخيوط الذهب. نعم. والفتلة. نعم. والأحجار. نعم. وحاليا رأنا كل المصممين الجزائريين. نعم. يحاولوا عصرنة هذا اللباس. نعم. وإخراجه إلى ربما العالمية، لما لا؟ مثل القفطان. القفطان مثل كثير القفطان. من النساء تلبسه في كثير. نعم. من الدول العربية، صار شائع. القفطان هو ذو أصول جزائرية. نعم. أيضا، لكن الإخوة المغاربة طوروا فيه. نعم. طوروا فيه وصلوا للعالمية، هنيئا لهم. ونحن أيضا أكيد هو لباس متداول مشترك. نعم. نحن كعالم عربي. الجزائر، تونس، المغرب. نشترك في أشياء كثيرة. نعم. في تراث كثير. طيب سيدة مولفي، قلتي. نعم. انه ثلاث انواع، ذكرتي حضرتك النوع الاول اللي هو هذا اللي نشاهده الان، العارضه مع السروال المدور ولابسته. طيب. نعم. شنو بعد النوعين الاثنين؟ النوع الثاني قلت لك هو البدرون. نعم. والنوع الثالث هو سروال الشلقه، هو مفتوح كثير من هنا. نعم. هو مفتوح. نعم. ومعروف يعني اكبر المصممين. نعم. عادوا ياخذوا الافكار منه. وعندنا ايضا سروال اللوبيا. شنو هذا سروال اللوبيا؟ سروال يشبه هذا السروال. نعم. وهو عالمي. سروال اللوبيا. على فكره. طيب بحسب ما نعرف انه لباس الشده التلمسانيه اصبح تراث عالمي بعدما صنفته اليونسكو. نعم. بانه هو ضمن التراث المادي العالمي. اليوم ما هي الخطوات للحفاظ على هذا اللباس؟ احنا نقولوا الناس تلمسان هما وشان. الشدة التلمسانية راهي حافظوا عليها درك في اليونسكو. ونحن كمصممين وكجزائريين نسعى للمحافظة على جميع الألبسة. نعم. منها الكاراكو، منها القندورة الفرقاني، منها
القندورة الوهرانية، نعم رانا عندنا تراث غني 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 جدا. نعم كل منطقة رانا 48 ولاية، نعم وكل ولاية عندها لباسها التقليدي الفخم. ما شاء الله. يا الفخم. نعم. ومؤخرا العروس الجزائرية لا تستغنى عن هذا اللباس. طيب احنا ايضا ما نستغنى عن العروس الجزائرية، حدثينا عنها يا أستاذة مولفي. نعم. كيف يكون اذا يعني اذا هي الطلة العادية تكون بهالشكل، اذا العروس كيف راح تكون؟ العروس الجزائرية أنيقة جدا. نعم. وتميل إلى الفخامة في اللباس، ولا ترضى إلا باللباس الفخم. نعم. في عرسها. أبيض ضروري أنه يكون أبيض؟ اللباس الأبيض يأتي بعد اللباس الرسمي التقليدي. فالعروس تخرج باللباس الشاوية، تخرج باللباس الشاوي. نعم. العروس العاصمية باللباس العاصمي، القسنطينية باللباس القسنطيني. نعم. بعد هذا وتحني به. وبعد هذا باش يلبس اللباس الأبيض اللي تزف به إلى زوجها. طيب أستاذة مولفي، اللي ذكرتي كل حضرتك جميل وحلو وراقي، لكن واضح أنه مكلف ماديا للأسر. نعم. ثمين جدا. واضح يعني. نعم. التكرار أكيد رح يكون مكلف. ماذا عن الأسرة اللي متواضعة ماديا، كيف يمكن أنه تستعرض بشكل أقل حتى ما يكون مكلف بالنسبة لها الأزياء اللي ذكرتيها حضرتك؟ هي في التصاميم نخفف في 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 الموديل، لا يكون ثقيل جدا. نعم. نعم. هذا يرجع إلى المصممة. نعم. يرجع إلى المصممة. تعمل حسب ظروف العروس. مثلا نوع القماش، نوع الخيط المستخدم. نعم. نوع القماش هو كان الكراكو والقطيف، من القطيفة. نعم. ثقيلة الفخمة، ولكن حاليا رانا نعصر في هذا اللباس، رانا نطور فيه ونخفف، باسكو لباس كامل الجزائري كان ثقيل وفخم، بصح الآن رانا ندخل عليه في الأقمشة الحالية. نعم. طيب ماذا عن الاكسسوارات أستاذنا مولفي؟ هل هناك اكسسوارات معينة لكل زي ذكرتي حضرتك، أم ممكن أنه اكسسوارات بشكل عام هي جزائرية ترتدى مع جميع الألبسة؟ لا، كاين الاكسسوارات الخاصة بالكراكو. نعم. ومنه خيط الروح، هذا لازم خيط الروح اللي هو ينلبس هنا، ينلبس هنا على الجبين مع الـ المحرمة، محرمة الفتول. يعني بشكل محرمة الفتول. بالعربي بشكل أسهل، يعني شنو محرمة الفتول؟ كيف تكون؟ هي خمار؟ على شكل خمار. نعم. وله خيوط من حرير. نعم. أنا ده أسهل حتى. نعم. أغلب الناس تقدر تفتهم. خيوط من حرير. نعم. وتقدر العروس تلبس لباس الكراكو مع ال شو هو؟ مثلا مع هذا الخيط اللي هنا، الروح. طيب. والمحرمة يعني. الفتول. نعم. ولا تلبسوا بدون. مم. مع حلي خفيفة. نعم. وخلاص. طيب خلال والمرأة القسنطينية لازمها أكسسوارات كثيرة، الصخاب. نعم. والعقود الثمينة يعني. نعم. الحلي الثمينة والتاج. شكرا جزيلا لتواجدك معنا ولكل هذه المعلومات حول عفواً. الأزياء الجزائرية، حدثتنا ضيفتنا الكريمة مصممة الأزياء مولفي رشيدة. تحية لك، تحية لأهلي بالجزائر. الله يخليك. شكرا.